هنا جذوري، هنا قلبي، هنا لغتي، فكيف أوضح هل في العشق؟ مرحب فيكم مشاهدينا من جديد بحديث الثلاثاء. اليوم الموهبة اللي معنا هي موهبة شابة وشاب في كطالب جامعي، شاب في مثل ما بيقولوا مقتبل العمر. مقتبل العمر راح يكون معنا الشاعر فارس أحمد. مرحب فيك بحديث الثلاثاء. أهلا وسهلا فيكم، صباح الخير لكم وللبلد كلها وللجيش العربي السوري بالمرتبة الأولى طبعا. أكيد. أهلا وسهلا فيك فارس، نورتنا فيك. اليوم حضرتك طالب طب سنة ثالثة. أيوة. وهوايتك كتابة الشعر طبعا. حلو، تحكي لنا عن مشاركاتك شوي أو عن فارس بشكل عام، تفضل. يعني بدي أحكي من ناحية الشعرية. حقيقة الموهبة إذا فينا نسميها هيك بلشت من الصغر، يمكن تربيت تربية لغوية. أنا أبوي كتير كان مهتم لسبب بباله انه يربيني على القرآن. حفظت القرآن بسن مبكر جدا. طبعا هذا بما انه القرآن هو الكمال اللغوي بالنسبة لنا كعرب، فبالتأكيد لعب دور اساسي باني شوف حالي بهمني الشعر وبهمني الادب وبهمني جمال اللغة والجملة والكلمة. الموهبة ما ظهرت فجأة ابدا، وانما نمو شوي شوي. بتذكر اني كتبت بطفولتي كتير قصائد طفولية فينا نسميها، بتعامل مع نسميها خربشات، ايه مثلا بتعامل مع هيك كأنه شيء بخصني كطفل وانما مش يتعامل قدمه. هلا القصيدة الاولى بالفعل بعتبرها يعني نقلة نوعية شعرية وبعتبرها بدايتي الشعرية، هي قصيدة من حالة حصار. شاركت فيها بمسابقة آزار باتحاد الكتاب العرب، نلت فيها المرتبة الثانية وقتها. وهي القصيدة ما بعرف خلتني هيدي الأولى هيدي اللي عم أول شيء كتبته هيك حسيت أنه بالفعل هذا الشعر. قصيدة مكتملة يعني. تفعيلة كل قصائدي تفعيلة، حاولت بالحر وحاولت بالعمودي ما اقتنعت، استقريت على التفعيلة كونه يعني بيسمح بحرية موسيقية نوعا ما، وبنفس الوقت بحافظ على موسيقى الشعر الحر ما بيعطيها. القصيدة من حالة حصار. قل تحاصرني الذكريات ولا أتحسر، وأمشي حزينا غريبا بعيدا، كناي يغني عن البعد صمتا، وشمس تطل على البحر بردا، كحلم تجيء فتاتي على زبد البحر عشقا، تبخر تحاصرني الذكريات ولا أتحسر، وأكتب شعرا عن الفرق بين سماء بلادي والمعجزات، وأكتب لا شعر يشعل ليلي نهارا ولا كلمات، وتقتلني أغنيات عن البعد والذكريات، وأمشي إلى وطني تائها عن القمر الميت فوقي سرابا وغيم يحطم روحي ويترك قلبي مكسر، تحاصرني الذكريات ولا أتحسر، رأيت على غيم وجهك بحرا يغني سماه، وأنت عصافير عيني، وأنت دموع يدي، وأنت التغلغل، أنت التوغل، أنت التلألؤ في، وأنت حروق المحبة، أنت المياه، وأنت بياض المسيح إذا ما انتقم، وأنت الرصاص، وأنت القصاص، وأنت الألم، وأنت السواد يزين وجه العلم، وأنت حضارة حبي، أنت الإله، وأنت الليالي التي جردت لون شعري سواده، وأنت الممات، وأنت الولادة، وأنت عيون الصخور التي تتفجر، تحاصرني الذكريات
ولا أتحسر. وأنت الشاب السوري المميز، الله يحميك فارس. أنا بدي فرجيك شيء هيك، بتمنعك تطلع على الشاشة. رح نشوف شيء مشاهدينا عن فارس وخربشاته وقت كان صغير. منذ سن مبكرة جدا لفت فارس ابن الخمسة سنوات ونصف الصف الأول المستمع، لفت انتباه والديه إلى قدرة مبكرة على الكلام ثم الحفظ. في سن السنة والنصف كان يردد عن ظهر قلب سورة قل هو الله أحد، وبدأ يشد الانتباه إلى كل من يرى هذا الطفل الذي يحفظ حتى الآن حوالي ثلثي القرآن الكريم وأكثر من 300 بيت الشعر. يعني هي الطفولة، ممتن أنا لطفولتي بالتأكيد، لأنه لولاها أنا ما كنت هلا حاليا أنا ما كنت فارس، وأنا مبسوط أني فارس. يعني ما بتمنى أكون شيء ثاني، يعني ما بتمنى أكون رضيان عن ذاتك، رضيان عن ذاتي شعريا، وبتمنى أنه تابع بهالمجال. ولولا هالطفولة ولولا الأحداث كلها اللي مريت فيها أنا ما كنت هيك. فبالفعل الواحد بينظر له بنظرة امتنان. و يعني جد انه يعني انا لاحظت عليك انه وقت اللي طلعت المدام لبابا، شكلها كمان وجه لها تحية، هي اللي عاملة معك اللقاء، كان عمرك 5 سنوات، كنت تقرأ قرآن، كنت حافظ اكثر من 300 بيت شعر بالاضافة للطريقة الالعاب اللي كنت تلعبها. يعني شيء رائع اكيد، وكان دور الاهل هو الدور الاكبر بصقل هالمواهب في تنميتها تطويرها، لحتى صار هلا فارس طالب طب سنة ثالثة. يعني انت اخترت كمان المجال اللي هو يعتبر عنا بالجامعات السورية مجال هو الطب. كطب هلا اخترت المجال مثل ما اي طالب بيختار مجال الطب، انت رغبة فيه، يعني محبة. ما فينك تسمي طالب جامعة بيفوت على الجامعة رغبة، دائما طالب جامعة خلص بكالوريا ما بيعرف على شو فايت، فما في رغبة قدر ما في طموح، ما في رغبة كلية للدخول يعني لهيك مجال. ولكن قدرتك شو كانت؟ وإنما ما في يعني ما في نفور. فالواحد بجرب، يعني بالنهاية الحياة كلها عبارة عن قرارات، الواحد يا صايبة يا خايبة ما في إنه يندم عليها. طب يعني في تضاد بينه وبين الناحية الأدبية بالفعل، وفي ضغط دراسي ما بيترك لي هاي الفكرة، ما بيترك لي قدرة ولا بيترك لي طاقة ولا حتى رغبة أحيانا بالممارسة الأدبية. بس بنفس الوقت الدراسة الطبية ودراسة الإنسان تطرح أسئلة مهمة شعريا، وممكن الواحد يستغلها ويكتب عنها ويستخدمها بقصائد تانية. وبالنهاية أنا
ما بشوف انه العلم ابدا بيتعارض مع الادب، بيكملوا بعض. فلسفه بالحياه، تمام. فلسفه الحياه، تمام. بالاخير ما بين العلمي والادبي، تمام. طيب نحن بنعرف انه والدتك كان لها كثير دور كبير بهي القصه، شو بتحب تقول للوالده اذا كانت هلا عم تحضرنا وتشوفنا؟ والله يعني مثل ما اي ابن بيقول لوالدته، اكيد انا بشكرها، يعني ما فيني اقول اكثر من هيك، بس بالفعل إلى دور هائل في أكيد تكوين أبوك، في أكيد تكوينة. كمان والدك إله دور طبعا، وذكر بعد الأول ما ذكر طيب نحن بنعرف أنه كان في عندك قصيدة أخرى أنت شاركت فيها كمان ونالت الجائزة الأولى، بتحكي لنا عنها أكثر وبتحكي لنا عن مشاركتك بهي الفعالية. كانت فعالية برعاية وزارة الثقافة، مهرجان الربيع للشباب، دبع الشباب. سمعت بالمسابقة عن طريق الأستاذ حسن يونس، بوجه له شكر وتحية، وطلبوا أنه يفضل تكون قصيدة وطنية. شاركنا بقصيدتين وقتها، كانت الأولى بعنوان أقدار واللي أنا بفضلها وبحبها، والثانية ما كنت معول عليها، هي من حالة الطريق إلى السماء. نجحت الطريق إلى السماء بالمرتبة الأولى، هي قصيدة وطنية عن الشهيد. أنا كنت بفضل الثانية أكثر بس نجحت هاي. نسمع مقاطع منها طويلة شوية. الطريق إلى السماء. حين استفقت وجدتهم يتحسسون ملامحي، يحمونها من وافد باك على لغة تفجر حرفها الأزلي والأبدي فوق ولادة أخرى وتدفن في السماء صبيا. حين استفقت وجدتهم أدركت أني كنت حيا، كان التراب يضمني وأضمه والموت يتركني لأحيا، والريح تأتي في هدوء نحو مقبرتي لتحرسها، والشمس تنشر ثوبها الذهبي فوق رسالتي، وكأنما نزلت من الفردوس أسرار الوجود علي. حين استفقت وجدتهم أدركت أني كنت حيا. لسه في مقاطع كثيرة. طيب أقدار اللي كنت بتفضلها أن تفوز على الطريق إلى السماء، نسمع منها شيء؟ نسمعها، هي صغيرة شوي، ممكن نسمعها كلها. تفضل. سأصبح ذكرى غدا، وكم ذكرا صلبته الأنوثة حمقى، فصار مجازا يحدق في الزمن الدائري حطاما، توقعت أن يخسر الحب عاما وعامين، كنا ملائكة حين قلنا بأن المحبة في القلب ليست حنينا غريبا يفسر شهد البقاء المصفى على جسدين ويعبد سرا، توقعت أن يعلن العبد حرا على البشر الراكضين، توقعت أن يشرب النصر مرا وأن ترجع الشام أنثى لها جسد من تراب وطين وروح تنوح، سقى الله بين شواطئ عينيك بحرا وليلا وفجرا وذاكرة لا تبوح، وثم استوى فوق عرش يديك عليا، تذكرت أنا ولدنا سويا وعشنا سويا ومتنا أنا والردى بين جمر يديك سويا وعدنا سويا، فيا أرض آدم كيف اختصرت لآلئ عينيك روحا، ويا أرض آدم كيف انفجرت جروحا، فعودي لنكتب أشواقنا من جديد رسائل نبعثها لنجوم غريبة، وعودي لنختار أوجاعنا من هوى ونختار لون السماء بلون عيون الحبيبة، وعودي لنعشق بين رمال البحار
وعودي لنمشي سويا على وجه ماء، وعودي لنعبد بين يديك إلها توارثه الأنبياء. ويا أرض آدم كيف البكاء، وما ضل قلبي ولكن عشقت، وما غاب دربي ولكن قتلت. سأرجع يوما إلى شفتيك أقبل بينهما من عيون النساء، وأرجع يوما إلى صدرك القدري أنام به كسكون مساء، وترجع يوما عيونك للعاشقين دليل، وترجع أيامنا السرمدية من جوف ليل طويل، وتكتب عشتار عن جسد مبهم قد تكرر دون مشيئة، وترسم أرواحنا في الهواء طريقا ذهابا وجيئة. سيبقى فؤادي به سأموت وأعيا، وتبقى بلادي بها سوف أحيا. الله يسلم التم يا فارس. الله يحميك يا فارس، عن جد يعني ما شاء الله عليك عم تلقي، وحاسة حالي انه فتت معك بالجو، يعني انه عم تتخيل، انت عم تطلع هيك انه عم تتخيل شو عم تقول بلا ورق بلا شيء، كله من ذاكرتك. بالإضافة من الموضوع طبقة صوته، يعني اذا بدي ما بدي اطلع بفارس طبقة صوت لشخصك مبين، تاخدك على عالم اخر. ايه صح، بتمنى لك عن جد التوفيق فارس. الله يخليك. على بختام حديثنا، شو طموحات فارس؟ طموحاتي اني شعريا طبعا اني استمر بالمجال الشعري. انا اؤمن انه الشعر فعاليه وله دور بالتاثير بالواقع وبالناس، وهذا الدور الشعر ما اخده حاليا. انا بتمنى اني اكون واحد من اللي بيرجعوا للشعر هذا الدور. طموحاتي الثانيه اني استمر بدراستي. طموحاتي الأكبر وهي طموحات كل سوري حاليا أنه تنتهي الأزمة اللي عم تمر فيها البلاد، وهي هي بس. كثير مشكرك فارس لوجودك معنا اليوم، ومتمنى لك التوفيق. شكرا. كل طموحاتك وكل أمانيك، وأكيد أمنيتك الأخيرة هي أمنية كل سوري شريف موجود على هاي الأرض السورية. شكرا لك، وبرجع بقول لك الله يحميك. الله يخليك. أكيد كلنا ثقة بأنك ستصل. من لك توفيق. شكرا لكم.